شكرا لك جمال عارف. محمد العنزي يعطيك العافية أبو لما. شكرا أبو بدر، بس كنت أتمنى أيضا عرض آخر مباراة لحمد الله مع الاتحاد في قميص النصر، نشوف كيف كان حمد الله. كان جميل جدا في إهدار ضربة الجزاء والفرصة الانفرادة والحارس خارج يعني المرمى. يعني ايش قصدك؟ ايش قصدك هذه المباراة؟ ايش قصدك يعني؟ قصد هذه المباراة اللي كرهها ايش قصدك في حمد الله؟ ايش قصدك؟ الله يصلح الحال، الله يصلح الحال. شكرا لك محمد العزيز، جمال عارف، تركي الغامدي، ماجد الفهمي.